وصفوه بنقطة النار بين إسرائيل ومصر، جبل حريف بالمنطقة المحيطة به والواقع على الحدود المشتركة بين البلدين، شهد ولا يزال يشهد العديد من الحوادث خلال السنوات الماضية، إما بإطلاق نار مباشر أو عمليات تهريب للمخدرات. وآخر تلك الحوادث وقع نهاية أبريل الماضي بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه بعض المشتبه بهم بعد تواجدهم في المنطقة الحدودية دون الإبلاغ عن أي إصابات، وهي المرة الثانية منذ مطلع العام الجاري. لحظة أن رصدت كاميرات المراقبة عدداً من المشتبه بهم على السياج الحدودي في منطقة جبل حريف، فتحت قوة الجيش النار عليهم وتبين أنهم مجموعة من مهربي المخدرات عند الحدود المصرية. لكن ما الذي نعرفه عن جبل حريف؟ يقع جبل حريف وسط صحراء النقب على الحدود الإسرائيلية مع مصر، حيث يبعد 86 كيلومتراً عن جنوب غرب بئر السبع و112 كيلومتراً عن شمال غرب إيلات، ويعد الثاني من بين جبال النقب من حيث الارتفاع بعد جبل رأس الرمان، أعلى نقطة في جنوب فلسطين التاريخية، حيث يبلغ ارتفاعه 1037 متراً. وتتواجد على هذا الجبل قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك لموقعه الاستراتيجي على الحدود المصرية. ورغم أن حريف شهد عدة حوادث، إلا أن توقيت الأخيرة منها يعتبر حساساً، لا سيما وسط تأهب أمني إسرائيلي ومصري على الحدود منذ تفجر الحرب في قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر. وقد زاد هذا التأهب على الجانب المصري مع تأكيد الجانب الإسرائيلي أيضاً نيته اقتحام مدينة رفح جنوب القطاع.